شدد الرئيس السيسي على سعي الجمهوريه الجديده الى توفير فرص متكافئه للعمل والحياه الكريمه لهذا الجيل والاجيال القادمه، وبناء القدره الوطنيه في جميع المجالات، لتصل مصر الى الموضع الذي يطمح اليه شعبها. واوضح الرئيس السيسي ان تحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيره البناء والتعمير تطوير الخصائص الانسانيه في مجتمعاتنا من خلال بناء الانسان المصري والارتقاء باحواله. ان الجمهوريه الجديده تسعى لتوفير فرص متكافئه للعمل والحياه الكريمه لهذا الجيل والاجيال القادمه وبناء القدره الوطنيه في جميع المجالات لتصل مصر الى الموضع الذي يطمح اليه شعبها ان تحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيره البناء والتعمير تطوير الخصائص الانسانيه في مجتمعنا بناء الانسان المصري والارتقاء باحواله تعليميا وصحيا وثقافيا وهو ما يتطلب قدرا ضخما من العمل والكفاح في اطار مجتمعي متكامل يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات